بقاش عندي هيبة زي دي. ايه ده؟ ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير لا احم ولا دستور؟ ما بلاش حكاية الدستور دي. طبعا بتفكركوا في فشلكوا ان انتوا ما قدرتوش تمنعوا الناس يروحوا للاستفتاء. يا فشلة. ازاي تدخل عليا العرش بتاعي من غير استئذان؟ خلاص بلاش اقولك. بلاش تقولي ليه؟ هي حاجة قبيحة؟ يا ريتها كانت حاجة قبيحة، ده انا مش بعيد لو قلتلك يجيلك جلطة في ديلك. اذا كان ما جاليش جلطة يوم ما اتطردت من الجنة، هيجيلي جلطة عشان اللي انت هتقولهولي. قول. طب اسمع يا بيسو. بيسو؟ بتضايقني. حلو، انا احب اللي يضايقني ويستفزني. قول. البني ادمين. ايه مالهم بقى، مؤمنين ولا ايه؟ لا، البني ادمين كده كده بيقطعوا في بعض. طيب الحمد لله. الحمد لله؟ مين قال الحمد لله؟ ازاي كلمة زي دي تتقال عندي في العرش بتاعي؟ انت اتجننت؟ مش انا. امال مين؟ معرفش. مالهم البني ادمين؟ البني ادمين يا بيسو ما بقتش تأثر فيهم وساوس عشيرتك وعيالك. ايه؟ جابوا مضاد للوسوسة وبيستخدموه ولا ايه؟ ما تصدرش احكام سريعة يا بيسو يا حبيبي، عيالك بقوا فستك. فستك؟ انا عيالي فستك؟ عيالي اللي انا مربيهم على الحقد والكراهية يبقوا فستك؟ ازاي؟ عندك البت فتنة بنتي، دي اكتر واحدة بتعمل فتنة في العالم كله، دي رضعت زبالة من امها. الله يجحمها ويبشبش الفحمة اللي تحت دماغها. ولا الواد شيطون ده مرة وسوس لي ان امه بتخني مع شطان تاني، خلاني ولعت فيها. في النهاية تقول لي فستك؟ بتتنك عليا يا بيسو بعيالك؟ راشق في حوار تناكة وخلاص؟ خدوني معاك ولا اركب تاكسي؟ اسمها خدوني معاك ولا فس العجل يهبل. مالهم عيالي دول؟ عيالك يا بيسو خلاص بقوا ضايعين، ما بيعملوش اي حاجة يا بيسو. انا عيالي كده؟ اوعى تغلط في عيالي، اوعى تغلط في عيالي، لحولك لكلب. اسمع الكلام. اسمع الكلام؟ ايوه، انت اساسا شخص تافه، عيل اهبل. عيل اهبل دي اخرتها يا بيسو؟ بعد ما ربيت عيالك وهم صغيرين وكنت بشيلهم على رجلي ويعملوا ببي نار ويجيلي تسلخات في ركبي والف اقلب الصيدليات عالكناكوم بملقهوش، تقول لي يا معفن؟ ايوه طبعا طبعا، لان اساسا التسلخات اللي عندك دي التصاق فخدين، ملاش علاقه بعيالي. مالهم؟ اخلص. عيالك كل يوم يا عم الشيطان خربينها في شيطانها كلب. شيطانها كلب؟ بيروحوا ديسكوهات وسايبين شغلهم؟ فين شيطانها كلب ده؟ هقول لك. فين شارع السعير؟ عارفه. عارفه؟ خش من شارع السعير يمين. من عند سيد الكافر؟ ايوه من عند سيد الكافر. هتلاقي حفره نار كده، فوتها وما تطلعش طلعه اكتوبر، تمام؟ عدي بعد الطلعه دي على طول هتلاقي شياطين واقفين بتكاتك كده. تكاتك الفاسق؟ ايوه تكاتك الفاسق، صح. اسال اي شيطان هناك الف من يدلك. ماشي ماشي ماشي.